ألعاب الموت تغزو مدارس مصر. انتشر في الآونة الأخيرة ومع بداية العام الدراسي الحالي عدد من التحديات على التيك توك، زي لعبة شارلي وتحدي كتم الأنفاس والقفز الأعلى، وأصبحت تلك الألعاب بتشكل خطر كبير جدا على طلاب المدارس في مصر لما ليها من خطورة كبيرة على حياتهم. ودخل وزارة التربية والتعليم تصدر تعليمات مهمة للمدارس لحماية أبنائنا الطلاب من خطر تحديات وألعاب التيك توك، وساعد على انتشار تلك التحديات داخل المدارس بسبب انها اصبحت تحصد الاف المشاهدات على التيك توك، وان طلاب المدارس اصبحوا بيفعلوا تلك التحديات ويسرعون في نشرها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ليتفاعل مع حباية الطلاب من المدرسة ليصبحوا من المشاهير. لعبة تشارلي او لعبة الشياطين عبارة عن تحدي جديد مميت يطارد تلاميذ المدارس في مصر في الاونة الاخيرة، اللي هي تشارلي او لعبة الاقلام، واللي بتعتمد على استحضار الجن والشياطين وبتعتمد على فكرة التواصل الروحاني زي لعبة ويجا. ويبقى السؤال، ألعاب التيك توك هتودينا لحد فين؟